نحن الآن في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2023 الذي ينظمه مركز أبو ظبي للغة العربية في دورته 32 الأضخم في تاريخ المعرض، ولعل أحد أبرز الأجنحة وأكثرها تميزاً. جناح مشروع كلمة للترجمة أحد مبادرات مركز أبو ظبي للغة العربية المعني بإحياء حركة الترجمة في العالم العربي، إذ نقل حتى الآن أكثر من 1200 كتاب من مختلف لغات العالم إلى العربية، آخرها كان 25 يوماً إلى عدن. كما تجدون في ذات الجناح كتباً من مشروع إصدارات، وهو مبادرة أخرى من مبادرات مركز أبو ظبي للغة العربية المعنية بنشر إبداعات المؤلفين والكتاب المحليين والعرب. وأحدث هذه الإصدارات كان مشروع 100 رواية ورواية الذي أطلق أمس ضمن فعاليات المعرض الذي يمتد حتى 28 من مايو الجاري في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض، ويستقبلكم من الساعة 9 صباحا حتى 10 مساء. تفضلوا بزيارة المعرض وجناح مركز أبو ظبي للغة العربية ومبادراته كمشروع كلمة للترجمة ومشروع إصدارات لتحصلوا على أحدث إصدارات المركز بجميع أشكالها المطبوعة والرقمية والصوتية.